مرة أخرى للجزء الأخير لحس اليوم ولسهرة الكان. نعود مع نصر الدين بالمختار كالعادة دون مس من الأشخاص المرة لا نحن كي نصفقوا لعد مصفقوا ليه في تونس جماعة الأرجنتين توا كمال شبلي وغيره وعطوق الناس كل مجدينه ولات كاينه كخذين الاستقلال الأرجنتين كل الاستقلال ولا ايش بي واحد كي يعمل به يقولوا صفقوا عليه ما ينجحش الربيت الزادة شنو القف؟ الأستاذ قال لي قف تكرمورا ما تستحق لها عرفت عيتوني قالوا المير فرد جلسة المير لا 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 وي هكا سي راني في المغرب شركة النقلة تو في بالك بالحدث الجديد شنو؟ في بالي في جاي شركة نتاع تنقيب مش تاع بترول كيما نتاع تنقيب على الحليب تنقيب على الحليب ومشتقاته والرايب يحفروا بك الواحد في الثاني ما الرايب مقطوع يعيش الحليب يفركسوا فيه والمير يخلص يخلص تعرف قد ايه حق 400 بقرة يدخل قلت المرة الأخرى تاني كابيسان قال لي لا بالحليب راهو يلزمك قبل بشهر شنو بشهر قريب تولي كابيسان تيكي نوار واحد عمل الرشفة عمل عليها شلطة قال له تو نرجع له والمار يضرب البقش ابو قلب هاي الممرنين تبارك الله قاعده وخدموا في هذاك كان بيهبط ثلاثه قوله قال لك دور بوتولي تصور ثلاثه قوله يبداو كسراوي وسسمو تاع نادي الفريق مسكين وبلبولي ثلاثه في الكون لا الكل من التحكيم خسرنا مو ثم ربي تحكيم حتى كسي شمام قالها قال من التحكيم يعني التحكيم تاع تونس باهي خير من الاخرين على يجيبوا من المرمل قدام التحكيم تكلم اسي بن ناصر تكلم مش بوك انت اللي صباح الخير ان شاء الله تونس ديما رابح وديما عندها الرجال وديما عندها الفرق شنو حالك ابن ابراهيم لباس لما جا ولاد جدد جايبينهم لكن مره باب عليهم هبط واحد قبض بجوجو اوجو ينززني قال اسكت صح اسكت صح اسكت والله ثم الجوير في تونس حبي يبيع الجمعيته شنو جوير ساقولوه حبو قلب قالوا صح وراو تربحوه شنو هيك نسب كمال بس انا نحضر في روحي نترينا على القفه هاي في وداعة ربي بس تهز القفه ولا باش نجيبوا لك القفه نعلمكم اللي عندي في كرتاج سناب حي الاكابر بحاول له بس تهز القفه ولا باش نجيبوا لك القفه لا القفه مره من الزوه نحن كان نهز القفه مع تونسي نولي لوماري يا الفريق القومي شنو هاك يا قيس كلامك حلو هذا تولي تضرب العشر جمعات المره الجايه ها لعبه لا غير كاكا انا عندي محامي تبعني اقل حاجه نجيب ان منوبي بريء ماذا كان يحمل سكينة كان يريد ذبحا فرحة بتونس على خير نسبك الرجال الحلو تبارك الله عليه سلالة معمر لمنطق عنده ترنت المعاق يخسر مش زياد ايش رايك فيه زياد تلمساني اه يا مهر اقول له بالراس هذاك مرة ضرب واحد قام قالوا نبدلوا بالوراق تاع الكهرباء ولا انت تلمساني بركة شو هذاك رويسي تبارك الله عنده خوت قول على فيسبا مره يجي شو هذاك الملاعب هذاك بسام المهري ولد حومتنا ولد باب جديد قيس اليعقوبي لعب بلعب بدور ولا هو عبد العليم ممر انت راجل رياضي عامل التعادل البارح اهو عنده قول عنده قول بابا 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 بعينك القول اللي عندك سمراد سمراد عاد كلمه سمراد محجوب عاد عاقل اش عاقل 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 واحد قال هاي شو ولدي اعطي باس يا رقم 10 مثل 9 عاقل عاقل تتليري مختار انا كيف كذا الوضع بوريا هذا كنت ضيعي ومال لمال ممرن وكل ليلة حذاك شنو رايك فيه منشط جديد
يا حليلي هذاك اللي تريحه ولا واحد اخر؟ لا واحد اخر غادي حاب نطلعوا انا. اها زيدك زيدك ولا ثم جماهير تونسيه ما عرفتش فين البلاد شكاو بلومير قال لك يبان باش نربحوا الكامرون خسرنا ياسر يعمل واحد سكر العبد دفاع برشا حتى هو قاري عسكر الحاج الحاج رايك فيه يا نصر الدين الحاج عاد كلمة مع الحاج الحاج اخويا شي نقل من الورق الكل الكل يكونوا منه قولوا يتولد خالتي يتولد مارادونا ولد حوما مارادونا كل اصحابه ديما من ورقك وعاقل اخوي مجيد مجيد الارقام الكل عنده ذاك هو قال لك المير 5 مليارات والمتر زاد متر ديما ما تعجبوش فريقهم يربع 10 بشي يقول لك الاداء تعب محامي يعرف لو بالحق وما تشكرش خيره اللاعب التونسي ما يحبش الشكر تشكر ويفست واللي تقول ملاعبي ما عادش يلعب يا حسره قبل كان يلعب على العرق جمودي جلول 10000 كيلو متر مربع عطاوه فطيره توا التوش 800000 توا التوش وركليه بحسابه هاي الناس تونس الهوني ونرجع يا ناس هرتين يا ناس هرتين نعم ومعز معز اخويا تبارك الله عليه بحبوح ويحب النقد عم لك بعينيه قف عليه كيري هنا كمال الشبلي زاد تبارك الله هذاك فما جا 10 جوريت كانوا تويلك العام يلعبوا في الزويت نتعدى من باب الخضر ترى مطول يا ودي مطول مطول مولا الدار حدا الزويت نقالوا يطل على المدامة يعمل لك تسخال توا هكا كبروا عوجي هذاك 800 مليون شروا أمه حب لبيق قالت ليه والسيس سينيورك زي ما وعد كان سينيورك مينيم يلعبوا بيه بيسة أما الحكام هم اللي باين في تونس خطيهم الواحد ثم حكام يعطيك نتيجة قبل ما تعلم برومو سبور نكلم فيها البرومو سكور حطوا النيل هذيك والله يطلعوا يابطوا النيل عاركة قدامي ربيت قال أنا نعود ناخذ الفلوس بالمسبق عطيتهم لي ناقصين قال ولا حسبتوا لك براس مال والماتش والله عطوني فيها 10 كيلو مليون وشنو مليون مش قسموا انا والجول وجديتوش الاخر هاي صباح الخير صباح الخير يا سيدي كان ماريتونيش ما تفهم وين شكرا